تواصل مصر حربها الشرسة ضد الإرهاب والجماعات المسلحة في شمال سيناء للقضاء على البؤر الإرهابية، وفي نفس الوقت تعمل الدولة على البناء والتنمية وزيادة الاستثمارات في هذه المحافظة. وفي هذا الإطار أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جديدا بشأن تنمية شبه جزيرة سيناء من خلال تخصيص مساحات لإقامة مجتمع عمراني في مدينة بئر العبد الجديدة. القرار الجمهوري رقم 132 لسنة 2019 نص على إعادة تخصيص مساحة أكبر تقدر ب2700 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بئر العبد بمحافظة شمال سيناء لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إنشاء مجتمع عمراني جديد. ويهدف الرئيس السيسي إلى تنمية شبه جزيرة سيناء وإضافة توسعات سكنية جديدة ولائقة من خلال إنشاء مدن جديدة نموذجية وتوسعات عمرانية تجمع بين الفكر الحديث في الإنشاءات والفكر الاقتصادي وبما يتماشى مع طبيعة الحياة في سيناء. وقد بلغت الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة شمال سيناء خلال العام المالي الجاري 1,619,000,000 جنيه، تمول الخزانة العامة للدولة 95% منهم بما يعادل 1,531,000,000 جنيه على مدار العام المالي الجاري. وكان مجلس الوزراء وافق في فبراير الماضي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة تتجاوز 11,000,000 متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بئر العبد بمحافظة شمال سيناء. لسنوات طويلة كان الحديث عن ملف التنمية في سيناء مجرد أحاديث، لكن الآن نحن بصدد خطوات جادة لتنمية سيناء ووضعها لخارطة التنمية من خلال مشروعات قومية كبرى، وآخر هذه المشروعات تخصيص أو إعادة تخصيص مساحة 2,708 من الأفدنة من الأراضي المملوكة لدولة ملكية خاصة بناحية بئر العبد في محافظة شمال سيناء. إلى أي مدى يسهم هذا القرار في وضع سيناء على خارطة التنمية من ناحية، وكيف يؤثر على أهالي بئر العبد من ناحية أخرى؟ حول هذا الأمر يدور حوارنا مع ضيفنا الشيخ عبد الله جهامة، عضو مجلس القبائل العربية. أهلا بك معنا شيخ عبد الله. ويعني كيف تلقيتم هذا الخبر؟ كيف استقبل أهالي بئر العبد؟ يعني هو يمكن أهالي الشمال سيناء كلهم استقبلوا هذا الخبر بحقيقة باستحقاق، يعني كان الناس سعداء جدا بهذا الخبر، لأنه الرئيس يعني احنا دائما عهدناه أنه حينما يوعد بيوفي. نعم. وده عهدنا به من أول ما ترشح الرئاسة أو من قبل ذلك، حينما كان وزير الدفاع أو لما كان مدير المخابرات. الرجل يعني صادق في عمله وصادق في إنجازه. بئر العبد هذه القرية هتعمل نهضة غير عادية، ويمكن كان مطلبنا أنه من أزمنة بعيدة أن سيناء لابد أنه تنمى تنمية حقيقية، وكان ابناء سيناء في الأزمنة السابقة البعيدة لم تتوفر عندهم القناعة بأن في إرادة سياسية لتنمية سيناء تنمية حقيقية. صحيح. ولكن والأمانة مش من جامل الرجل، أول ما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم شعرنا إن الآن تتوفر الإرادة السياسية لتنمية سيناء تنمية حقيقية، والدليل على ذلك إنشاء مدينة بئر العبد، إنشاء المدينة شرق الإسماعيلية، الكباري، جامعة الملك سلمان، المشروعات اللي بتقام، ثم إن القيادة الموحدة لشرق القناة رغم جهودها أوكلها بها مجموعة متخصصة للتنمية، يمكن شفنا المجمعات التنموية اللي نشأتها القوات المسلحة في سيناء، هذا بدل ان في اراده سياسيه لتنميه سيناء تنميه حقيقيه، وهذا مطلبنا وهذا مطلب ابناء سيناء. يمكن قريه بئر العبد اللي هتتعمل مدينه بئر العبد الجديده هتعمل نقله حضاريه غير يعني شيء عظيم جدا، بمعنى انه هتكون فيها المساكن، هتكون فيها وسائل الترفيه، الملاعب، هتكون في مدينه كامله متكامله، وهيسكن ابناء سيناء وابناء بئر العبد في هذه المنطقة، والوافدين أيضا من الوادي إلى منطقة بئر العبد هيسكنوا. لكن أنا يمكن لي رأي أنه تكون في أولوية للناس الأسر اللي استشهدوا في مذبحة الجمعة، مذبحة الروضة،
لازم نعم. يكون لهم أولوية في المساكن ولازم الدولة وهي دول معتنية بيهم طلعوهم حج، لكن لابد أن يكون لهم نصيب كبير جدا في مطلب مشروع في موجود في مدينة بير عبد الجديدة. بير عبد طبعا كلها سلسلة قبائل، ومحتاجين أيضا للجهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنمية سيناء في المشاريع. سيناء فيها كافة خامات التعديل، يعني لسه شفنا من حوالي 3 أو 4 أيام كان محافظ جنوب سيناء والسيد قائد القيادة الموحدة كان بيفتتحوا مدرستين مفخرة بالطلبة، فيها كل وسائل الترفيه، فيها أيضا الحاسب الآلي، وبتبدأ من الحضانة إلى ابتدائي إلى إعدادي، هذا شيء مفخرة. وفتحوهم وسموهم باسم الشهيد، واحد المدرسة باسم الشهيد عميد كان حرب أحمد عبد الخالق الجعفري، وبديروا سموه باسمه يعني ده تقريبا للشهداء، ومدرسة باسم الشهيد عقيد كان حرب محمد فاروق سليم. وهم في منطقة سانت كاترين وفي مناطق تانية، والقوات المسلحة بتدعم بالإضافة إلى المجهودات التنموية. ويمكن للأمانة يمكن المشاهد الكريم يقول محافظ شمال سيناء لسيادة الرئيس بنشكره عليه انه دفعه ان يتولى مقاليد الحكم في سيناء الدكتور اللي هو محمد عبد الفضيل الشوشه، راجل محترم وراجل عارف ازاي تنمى سيناء، ويمكن حضر الدكتوراه بتاعته في تنميه سيناء لانه سبق قبل ذلك انه كان محافظ لسيناء ثم انتقل محافظ الى جنوب سيناء ثم عاد الى سيناء ايضا بيفهم جدا. لانه سيناء ليها طبيعه خاصه، عندما نتحدث عن احتياج اهالي سيناء لمجتمع عمراني جديد احنا بنتكلم عن احتياجات خاصه تمام. ايضا ايه الاولويه في هذه الاحتياجات؟ الاولويه لابد من انشاء مزيد من المدن، ايضا لابد من استغلال خامات التعدين في سيناء وانشاء مصالح لجذب العماله سواء من الوادي او تشغيل ابناء سيناء. الجامعات طبعا شغاله والامور عندنا في مدينه العريش يعني ماشيه، لكن الشباب محتاجين الى حد يرعاهم فرص عمل. دي ام المشاكل عندنا، لكن احنا بنقدر ظروف الدوله وبنقدر حقيقه الامور بتاعها، لكن احنا رغم المشاكل عندنا في سيناء احنا الان احسن من الاول. حضرتك بتتكلم عن طبعا وجود الارهاب. لا احسن من الاول كتير جدا، ويمكن تواجد الجيش والشرطه، والشرطه حقيقه قايمه بدور ايجابي جدا في العريش وفي المناطق، وايضا القوات المسلحه حقيقه بتبذل جهد غير عادي رغم المشاكل. احنا الوقت الحالي كل مشاهد بيسمع من خلال بعض وسائل الاعلام ان المشاكل في سيناء كبيره وان المشاكل، لا احنا المشاكل في سيناء مشاكل التدفئه الامنيه دي اللي الامن قايم بها تماما وقايم بوجهه تماما اذا كان من الجيش ولا الشرطه، لكن احنا عايزين المحليات ان تنتبه. وانا بناشد السيد رئيس الوزراء وبناشد السادة الوزراء ان يراعوا مطالب محافظ شمال سيناء، محافظه كبيره، محافظه اعدادها كبير سكان، اثنين محافظه لها نظام قبلي معين سواء في المدينه او في القبائل، محتاجه ايضا الى ان مطالب هذا الرجل، لان الرجل ما يطلبش مطالب الا بتاكد. ايه هي المعايير المعينه اللي حضرتك شايف ان هي يعني تليق بالنظام القبلي واحنا بنتكلم عن مجتمع عمراني جديد والنموذج المدينه بتاعنا الجديد؟ نموذج جديد جدا. في من حوالي 4 شهور افتتحنا قريه عملتها القوات المسلحه. تمام. كويس؟ عملتها وفقا لعادات وتقاليد البدو. يعني ما عملتهاش راسي، عملته افقي، بمعنى ان كل بيت مخصص له طبيعته، بيت مغلق، في مكان ديوان دار ضيافه، في اماكن لكل المناطق دي، ايضا فيها مساجد، فيها ملاعب ترفيه للشباب، مدينه كامله متكامله القريه. فاحنا عايزين هذا النموذج يطبق في سيناء. سيناء عندنا 68 ألف كيلو مربع، ليه نبني عمارات راسيه؟ ما نبني افقي وتتنشر. ايضا القوات المسلحه في هناك مخطط لها 13 مشروع هتتعمل في سيناء ووسط سيناء. ايضا الميناء العريش لابد الاسراع في تشغيل ميناء العريش مع تطويرها الحالي، بتقوم بها تطوير القوات المسلحه والدوله بتطور الميناء العريش، لابد مع تطوير الميناء ايضا ان يكون هناك في فكر لجذب خامات التعدين اللي في وسط سيناء حتى تطلع سواء ملح سواء رمل زجاجي سواء رخام سواء اسمنت يطلع على الميناء عشان يفتح منافس للناس وتشتغل الميناء بقوتها المخطط لها وهي يعني غير الاول. اثنين ان احنا منطقه بير العبد بالذات هذه منطقه بها كثافه سكانيه كبيره جدا. ثم بمنطقه بير العبد محتاجين ايضا لتشغيل الشباب في بحيره البردويل. لابد يكون في فكر ايضا مع اخواننا الموجودين هناك يخططوا للناس يشغلوا الشباب سواء في بحيره البردويل سواء في اراضي زراعيه. هو احنا لما بنتكلم عن مجتمع عمراني متكامل اكيد ده بيقود الى ايجاد فرص عمل للشباب. الخطوات في تحقيق ده شايفه يعني محتاجه اي نوعيه من المشروعات تحقيق. المشروعات اولا لابد الاسراع.
الإسراع في ضخ المية في ترعة السلام، وبالذات المرحلة الأخيرة وهو 135 ألف فدان السر والقوارير. احنا في الإعلام شبعنا كلام إن المية هتوصل لب مشروع ترعة السلام السر والقوارير. الآن مفيش سر وقوارير، قالوا عبير عبد. طب يدخوا يحولوا الأرض الصفراء إلى أرض خضراء. طب ليه ما يخصص واحنا عايزين ناس من محافظات القاهرة يروح لسينا؟ ليه ما يخصصوا لكل حافظة من المحافظات ألف فدان لجذب الشباب المحافظة لسينا، وتوزع عليهم محافظتهم لشباب المحافظات حتى يروحوا لسينا يزرعوا والأرض تخضر بدل ما الأرض صفراء؟ يعني حتى الترعة للأسف جدا ده في الطريق لتحقيق ده يا فندم، لازم يكون المجتمع فيه خدمات مؤهلة إن الشباب فعلا يتم تشجيعهم إن هم يكونوا مقيمين في سينا ويبسطوا لهم إجراءات الجذب. ثم المنطقة وسط سينا، وانا بركز على وسط سينا لان ايه؟ لان التنميه بتنشط على ذراع البحر الاحمر طبعا وعلى ذراع البحر الابيض، الا ان قلب وسط سيناء هي اللي محتاجه ايضا لدعم التنميه. اولا وسط سيناء في خط ميه لازم يتعمل من الاسماعيليه حتى منطقه الصناعات الثقيله في بغداد. ثم عندنا هناك مناطق زراعيه كبيره جدا، وعندنا مناطق ذات التربه الجيده، ثم كافه خامات التعدين موجوده في وسط سيناء. لماذا لا تستغل براس مال مصري وعقليه مصريه؟ ليه احنا بنروح نطلع بعيد؟ هو الخطر على مصر من الشرق ولا من الغرب؟ من الشرق. ليه ما تتنمى وتعمل وسائل جذب حتى يضخ في سيناء لا يقل عشان 3 أو 4 مليون الى سيناء؟ وهذه هي التنميه الحقيقيه. اولى اوليات التنميه هي التنميه البشريه. احنا بنامل واحنا حقيقه نثق في سياده الرئيس انه في باله سيناء، لان احنا في كوبري السلام سيتم ان شاء الله تشغيله قريب، يعني عن قريب جدا. ثم انه نفق الشهيد احمد حمدي شغال كويس جدا في الجيش الثالث، والجيش الثالث شغال وفي تسهيل تمام جدا زي الجيش الثاني. لكن احنا عايزين برضه التكدس الان في تكدس على المعديات غير عادي. عايزين برضه وسائل تفتيش بدل يكونوا 4 عساكر يفتشوا ولا 5 يكونوا 10 عشان يعملوا سيوله للناس عشان سرعه المرور. الناس لو فتحنا ليهم يعني مشاكل كبير جدا، تكدس على المعديه على ضفتي المعديه من الغرب او الشرق. يعني بنشد المحافظ لو كان سمعنا دلوقتي انه يهتم مع قياده الجيش التالي او مع المسؤولين على انه اسراع في عمليه السيوله من قناه السويس الى الشرق والغرب. لكن احنا مستحملين على اساس عشان في انفاق هتفتح، ان في كباري هتفتح، كوبري السلام هيعمل تفتيش كنترول يعني الكتروني هيفتش من الشرق والغرب، وده برضه هيسهل علينا. احنا اللي خلينا نستحمل السنين الاجاف، بنستحمل الايام اللي جايه على اساس لكن خاصه المؤشرات يعني المؤشرات ظهرت على المؤشرات كويس جدا. يعني مدينه رفح على الحدود ده اكبر مؤشر ممتاز جدا. ايضا مدينه بير العبد ده مؤشر جدا. المدينه اللي شرق القناه اكيد هتحل مشكله التكدس الحالي، هتحل مشكله التكدس الحالي بئر العبد، تمام، وتعمل عمليه جذب ايضا نقله من وادي الى سيناء ايضا. يعني احنا المساكن دي ما ناخدها مثلا لو كان لو نفترض انه عدد من 25% لابناء الوادي ما يسكنوا الناس بعض، وابناء سيناء مرحبين بالمناسبه. يعني بعض الافواه يقول لك لا ابناء سيناء مش عايزين حد الوادي، ده كلام مردود عليه. لا ابناء سيناء هم النواه الحقيقيه لاي مجتمع قادم. فانا بالتالي التنميه في سيناء واولى اولويات التنميه هي التنميه البشريه. نعم. احنا حقيقه في الامور الكثير جدا والخلط الموجود جدا يعني في مشاكل كثيره بتحصل، لكن انا حقيقه من خلال الشاشه الكريمه بوجه التحيه والتقدير للقوات المسلحه اينما تواجدت ولا قياده لقوات الشرطه. هذا الجهد الكبير والجهد اللي بيقوموا به جهد كبير جدا حقيقه. يمكن الكثير ما بيحسش بالدور اللي بيقوموا به في المداهمات، ما بيحسش بالتعاون ايضا بالقوات المسلحه. يمكن شفنا في قياده الجيش الثالث يعني في شيء غير عادي، يعني المنطقه كادت يعني يتم الاعلان عنها انها خاليه. في تعاون وفي الناس ماشيه هو هذا الامر محسوس يعني بالتاكيد، اولا من وتيره العمليات الارهابيه اللي قلت كثيرا وعمليات الضبط والعمليات الاستباقيه، المحروزات اللي بيتم يعني ضبطها من قبل القوات المسلحه والبيانات العسكريه المتعلقه بالعمليه الشامله سيناء 2018. تمام. هل لاي مدى هذا انعكس على اهالي سيناء؟ لا لا لا، ابناء سيناء تحملوا في البدايه كانت صدمه جامده طبعا، لكن تحملوا. ابناء سيناء لما حصل يعني يعني الدور الامني بدا ابناء سيناء ما يعدوش القناه الا بتنسيق ولا يدخلوا سيناء الا بتنسيق. ايضا تم اغلاق المدارس والمعاهد عشان المداهمات. لكن لما سياده المحافظ جه شوشه يعني رفع هذا كله ونظم تنظيمه كويس مع الناس وعمل انفراج غير عاديه مع الناس. لكن انا عايز اتكلم على الناس اللي يعني بيقولوا احنا لابد ان الناس وشعب مصر عامه لابد ان احنا بيعزينا في الغلاء وبيعزينا في كل ما نطلبه ان في امن عندنا.
احنا شفنا الانفلات الامني اللي حصل، ثم لو شفنا الحرائق اللي حوالينا في ليبيا ولا في سوريا ولا في اليمن ولا في العراق، لما نشوف الحاجات دي بتحصل احنا نحمد الله سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى نجى مصر من هذه الحرائق، لان مصر هتظل بخير وتظل دائما بخير ان شاء الله تحت قياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. هو رجل محترم، واحنا يمكن القبائل العربيه بتحشد للدستور في الايام اللي جايه القريبه، ويمكن في مؤتمر حاشد كبير جدا اللي زي ما دعموه في الانتخابات هيدعموا ايضا في الدستور. نعم. حتى لان حاسم الدستور بيتعمل لمصلحه الناس وليس لمصلحه فرد. ودايما ينظر شيخ عبد الله الى التنميه لانها سلاح ايضا في مواجهه الارهاب. اعاده الاعمار والتنميه في سيناء بهذا الشكل الى اي مدى هو ضربه قاصمه ايضا للارهاب تضاف الى الضربات الامنيه؟ ما هو لو خلينا سيناء فاضيه ده بنعمل مكان مرتع للارهاب، لكن سيناء ما دامت في بشر والمواطن السيناوي نثبته في مكانه ونقول له انت تدعيم للامن القومي لازم تفضل، وندي له كل مخصصاته ونبني له المدارس ونملي له الوحدات الصحيه عنده، هو مش هيمشي، بينما هيساعد الامن وهيكون عين للامن موجود في المناطق في سيناء. ابناء سيناء ما حدش فيهم يعني رحل ولا حد مشي، يعني حتى لما نرجع لتهجير المناطق في البعض بنادي بيقول ليه بنهجرهم زي ما هجرناهم في حرب الاستنزاف؟ ليه بنهجر؟ هتهجر ازاي؟ هنهجر عشان شويه يعني لا ما ينفعش. يعني دي اصوات يعني لا يمكن ان احنا نكرر ما تقوله لانها اكيد مش معبره. لا مش معبره، ولكن حقيقه يعني للاسف رأي للاسف الشعب المصري او للاسف بعض الاعلام السياسية. بعض الاعلام بعض وسائل الاعلام ولا اقول لا بيتناول الموضوع ده بطريقه ثانيه خالص. يعني بيقول هجر تهجر سين ازاي تهجرها؟ تهجر فيها الالاف بيوت وسكن ومش عارف تهجرها ازاي؟ احنا مخدنا الشريط من رفح الكيلو ونص ده عملوا ضجه كبيره جدا، وهي دواعي امنيه والارض هترجع للناس بعد ما نخلص كل الاحداث اللي عندنا. المستقبل حقيقه مبشر بالخير، واحنا كابناء سينا بنشكر السيد الرئيس على انه خصص ال 11 مليون متر لمدينه بير العبد. هذا الشيء انجاز عظيم جدا وانجاز سيسجل التاريخ، ان الانجازات للرئيس عبد الفتاح السيسي في سيناء هي انجازات عظيمه وسيذكرها ابناء مصر، ولا اقول ابناء سيناء فقط، ابناء مصر بين في انجاز حقيقي تم على ارض سيناء. يعني لسبب بسيط ابناء سيناء هم ابناء مصر. الله اكبر. اكيد 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 ما فيش فرق. اكيد ما فيش فرق. بقول لك يعني احنا كلنا يعني في السجون الاسرائيليه كنا احنا كمجاهدين ما بيفرقوش ده سيناوي ده بورسعيدي ده سويس مصري. مصري. فبالتالي ان احنا بهمنا ايضا انه احنا كابناء سيناء كنواه حقيقيه لاي مجتمع قاتل، واحنا شفنا الحروب اللي مرت على سيناء من ازمنه بعيده، والحروب يعني هي خلقت يعني الشدائد تصنع الرجال، يعني مجاهدين ابناء سيناء وانا لي شرف اني رئيس جمعيه مجاهدي سيناء، هؤلاء الابطال هم ابطال حرب اكتوبر وحرب الاستنزاف وما قبل ذلك. من بعد 5 يونيو 67 حين انتقلت الدوله لبرا الغربي لم يتواجد في سيناء الا ابناء سيناء، خلوا سيناء اكتاف مفتوحه امام القياده السياسيه من خلال متابعتهم للعدو الاسرائيلي. الدوله وبالمناسبه اللي يعني الراجل عرف قيمه المجاهدين تماما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما كان مدير المخابرات العربيه، خصصهم بمبالغ ماليه، عمل لهم راتب شهري هو اللي هو مراد موافي حينما كان محافظ جمال سيناء، وايضا المسيره ماشيه والتنميه ماشيه. لكن احنا كل هذا زي ما بقول سيادتك اي شيء بنفكر فيه بيعزينا فيه الامن. صحيح. احنا الامن بنامن عبيده. حضرتك معانا بتكون دايما فرصه يعني لعرض المزيد من المطالب، عرض صحيح. اولويات ربما صحيح. تكون غائبه. صحيح. ده امر احنا حريصين عليه بشكل مستمر. صحيح. والله الدوله حريصه، ما نقللش، لكن بنرجو من المحليات مع احترامنا للسيد وزير الحكم المحلي لابد ان يكون في يعني تنقيه اكثر من كذا من خلال الموظفين. في احيان بتحصل عقبات لكن حاجات صغيره لابد ان تحصل، ويمكن بالمناسبه انه من خلال شهادتكم بوجه شكر وتقدير للسيد وزير الداخليه الراجل المحترم والسيد مدير امن الاسماعيليه، وعايز اقول له ما بيصحش اخذ النساء عند البدو، حقيقه دي مشكله كبيره جدا. دي مشكله يعني تاخذ رجال خذ رجال، لكن النساء ده يعني برجو يعني النهارده حصلت حادثه ياخذوا 4 نساء ودي عملت ضجه في وسط البدو غير عاديه في الاسماعيليه. فيعني نرجو من السادة المسؤولين وخاصه السيد وزير الداخليه يعني ما نحملش على الناس اكثر من اللازم بقضيه ما بين طرفين ما بين قبيلتين، دي تخلص من القضاء العرفي من خلال المحاكم، ما ندخلش نقحمش الولايه ونحاكم السيدات في هذا الموضوع، الموضوع بأثر وهم لهم شيء اي ذنب في هذا الموضوع. اثنين ان احنا دي مناشده جانبيه حضرتك بترسلها الوزير بالسيد وزير الداخليه، ايضا ان حقيقه من خلال جهاز تنميه سيناء اللي هو شوق رشوان، هذا الجهاز أنا بناشده أيضا أنه يتعمل بوابة واحدة لتمليك العقارات في سيناء.
الرجل يعني بذل كل جهد لكن محتاج مساعدة الوزراء بحيث يجي المواطن يقدم الورق بتاعه في شباك واحد ما يروحش يروح للجوازات يروح من لا اثنين لابد ان تحل قضية الناس عندها فكرة انه محدش هيتملك عقاره او ارضه لازم يجيب ما يثبت من 18 لسنة 29 مش ده عمره شديد الصعوبة لابد ان تسهل وهي اصلا هي غير كده لابد يجيب شهادة من ابوه وامه مصريين وده الجهاد لكن في ناس حقيقة بعمل عندهم خوف ورعب بهذا الكلام احنا الشباك الواحد حيريح الناس وحيبسط الاجراءات للناس بحيث الناس حتيجي يكمل رغم انهم عاملين رسوم رمزيه مش رسوم كبيره جدا رسوم رمزيه جدا لتمليك الارض واحنا بالمناسبه لاول مره منذ التاريخ ان المواطن السيناوي يتملك وياخذ العقد الازرق او الاخضر ما فيش فرق ما بينه وبين الوادي دي للامانه لاول مره تتعمل في سيناء ما فيش فرق ما بين المواطن في سيناء والمواطن في وادي النيل انه بياخذ العقد الازرق ويسجل في الشهر العقاري ارضه بس عايزين الناس تقبل على هذا من خلال اللقاءات ومن خلال الندوات الناس تسجل ارضيها ويسجل حتى الاراضي الزراعيه عملوا لها قيمه رمزيه ويمكن حقيقه الشكر موصول لكل الجهاز الدوله لانهم مدوا التقنيه للسيناء لكمان سنه بينما وقفوا محافظات ثانيه هذا الشيء حقيقه سعدنا ويسعد الناس كلها في سيناء. تمام انا بشكرك جزيلا شيخ عبد الله جهامه رئيس جمعيه مجاهدي سيناء وعضو مجلس القبائل العربيه على وجودك معانا ويعني اكيد هذا المنبر موجود دائما للحديث عن المطالب وهنديكم سجلوا المؤتمر بتاع القبائل العربيه يوم 20 ابريل ان شاء الله ندعم الدستور ان شاء الله التعديلات الدستوريه المقترحه ان شاء الله بكل تاكيد ان شاء الله بشكرك جزيلا ومشاهدينا لسه متواصلين معاكم في برنامجنا من القاهره الفقره الحواريه القادمه متعلقه بالاقتصاد الاخضر هذا المفهوم الذي يتردد في الاوساط الاقتصاديه وبدا تتجه اليه كثير من دول العالم تطبيقه في مصر التحديات امامها وكيف يمكن ان يساهم في تحقيق التنميه في مصر دي فقرتنا الحواريه القادمه لكن دعونا نتوقف لدقائق مع موجز 11 مساء لآخر وأهم الأنباء مع الزميلة دينا إبراهيم نعود بعده لمتابعة الفقرة الحوارية القادمة.